عندما تشكلت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا علق الليبيون عليها الأمال لتخطي أصعب المنعطفات نحو السلام في دولة مزقتها الحروب والصراعات السياسية. فالأزمة الليبية لا تقف عند المستوى المحلي بين الفرقاء فقط، بل تطال دولا مؤثرة في معادلات الحلول. بعثة الأمم المتحدة في ليبيا حددت خارطة الطريق نحو الحلول، إلا أن العراقيل لا تزال بالمرصاد. خريطة الطريق في ليبيا، عثرات العبور أم انهيار الحلول؟ أبرز محطات الليلة من العقد السابع. طاب أوقاتكم مشاهدينا في كل مكان. نشدد على خروج المرتزقة والقوات الأجنبية وإجراء الانتخابات في موعدها، هي الجملة التي تكررت من جل مندوبي الدول الأعضاء بمجلس الأمن في جلستهم المخصصة للأزمة الليبية. مشاهدينا أهلا بكم في الجزء الأول من حلقة الليلة في العقد السابع، والتي سيكون فيها ضيفي عبر الهواء مباشرة من تونس العاصمة الباحث والكاتب السياسي الأستاذ عز الدين عقيل. ورحب بك بداية على شاشة اليوم أستاذ عز الدين. أبدأ معك بالبيان الختامي لمجلس الأمن الدولي الذي أكد على الالتزام بمخرجات مؤتمر برلين وأيضا إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد، كما هدد أيضا بفرض عقوبات على معرقلي المسار السياسي أو خارطة الطريق في ليبيا. هل كان ما هو متوقع أكثر من هذه الجلسة في مجلس الأمن؟ بداية مساء الخير أستاذ أحمد لك وللسادة المشاهدين، كما أرجو أن تسمح لي بأن أتقدم لكم بتهنئتي العميقة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنيا أن يتقبل الله قرابينكم بمزيد الأجر والثواب. اللهم آمين. أما فيما يتعلق أخي الكريم بسؤالك، فأعتقد أن الطرف الذي بات بيده الأمر أكثر ربما هو مؤتمر برلين أكثر منه مجلس الأمن الدولي، لأن مؤتمر برلين ربما يعبر عن مشاركة أوسع متضمنة أعضاء في مجلس الأمن، يعني الأعضاء الرئيسيين والأساسيين في مجلس الأمن الدولي بما فيهم الذين يتمتعون بحق الفيتو كانوا قد شاركوا في مؤتمر برلين واحد وفي مؤتمر برلين 2، ومعهم الدول الأخرى المتدخلة في ليبيا بشكل كبير والتي ربما ليس لها علاقة بمجلس الأمن على الأقل خلال هذه الفترة، لا من الدول دائمة العضوية ولا من الدول غير دائمة العضوية، ومع ذلك هي لها تأثير كبير وكبير جدا على ما يجري في ليبيا. في ظني أن مسألة التهدئة، وكذلك أعتقد أن ما جاء في بيان مجلس الأمن لم يبعد كثيرا عن ذلك الذي جاء في مؤتمر برلين 2 باعتباره أبديت لمؤتمر برلين 1، أو جاء فيه آخر ما يمكن أن يصدر عن سلسلة البرلين هذه.
وبالتالي أعتقد أن عندما يتحدثون عن عقوبات، هذه العقوبات سبق وجربها الشعب الليبي ضد أبو سهمين وضد عقيلة صالح، وكانت طول عمرها كلام فاضي في كلام فاضي لا معنى ولا قيمة لها، لا من بعيد ولا من قريب. أيضا في ظني أنهم عندما يركزون على أنك ستعاقب المعرقلين، هنا ما معنى المعرقل؟ إذا كان تقصد بالمعرقل كل من يحاول أن يجد لنفسه توازنا سياسيا مع الطرف الآخر، وأن ثمة أدبيات سياسية ستفرض على أطراف بعينهم، وأن هؤلاء الأطراف إما أن يذعنوا ويقبلوا بهذا الذي تسعى الأطراف الأجنبية لفرضه على الليبيين، وإما فإنهم سيعتبرون معرقلين. أعتقد أن مسألة المعرقل هذه خاصة في الشأن السياسي، لأن في ظني أن المعرقل الأساسي هو أمير الحرب الذي يحمل السلاح خارج شرعية الدولة. الجماعات المسلحة المختلفة هم الذين كان يجب أن توجه إليهم هذه العقوبات، لا أن تتوسط إيطاليا بجلالة قدرها لكي تخرج البيجا من السجن ولكي تعيده مجددا ليكون أحد عناصر الجريمة المنظمة في أقصى غرب البلاد. في ظني أن هذا هو ما كان يجب أن يلتزم به المجتمع الدولي، وهو عدم التعامل مع أولئك المتورطين في الجريمة المنظمة على اختلاف أنواعها، وليس تهديد السياسيين اللي هو من طبيعته طالما أنني سياسي وأنت سياسي، فأنا ليس لدي سبب يجعلني أعرقل إلا إذا كان هناك محاولة لهضم حقوقي. إنما إذا كان المسألة متوازنة بشكل كافي وكبير، وإذا كان حقي مضمون أو على الأقل حق الأطراف الذين أمثلهم في المفاوضات السياسية مضمون، فلا أعتقد أن هناك أحد يمكنه أن يعرقل أي مسار سياسي. لا أظن أن ليبي الآن أيا كان لا يتمنى أن يعود الاستقرار إلى بلاده، لا أعتقد أن ليبي أيا كان لا يريد أن يرى بأن إعادة هيكلة وتنظيم المؤسسة العسكرية والشرطية قد نجحت. لا أعتقد أن هناك ليبي لا يتمنى ومن صميم جوارحه ألا يكون هناك أي حذاء أجنبي ثقيل عسكري ثقيل على الأرض الليبية. لا أعتقد أن هناك ليبي يريد أن يرى المزيد من رؤية المهجرين والنازحين. وبالتالي أعتقد أنك عندما تحاول هذا المجتمع الدولي اللعين أن يفرض أدبيات بعينه على الأطراف السياسية، ثم عندما تحاول هذه الأطراف السياسية مقاومة هذا الإذعان الذي يطلبونه منه، يقولون هنا سوف نعرضهم للعقاب. لا أعتقد أن هذا منطقي أو مقبول. وفي نفس الوقت أعتقد أن احنا جربنا عقوباتهم زمان، زي ما قلت لك، ضد عقيلة صالح وضد البوسهمين وضد آخرين، ووجدنا الحقيقة أنها عبارة عن ترهات وهرطقات لا معنى لها. على ذكر التدخل الأجنبي في ليبيا، مجلس الأمن أيضا طالب بخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، وأيضا هناك أصوات داخلية تطالب بذلك وتشدد على خروج هؤلاء المرتزقة والقوات الأجنبية دون وجود آلية واضحة إلى حد الآن. هل هناك جدية في التعامل مع هذا الملف؟ شوف أستاذ أحمد، أنت جبت البيت القصيد، عدم وجود آلية محددة لخروج المرتزقة، في ظني أن هذا هو بيت القصيد. هنا واضح جدا أن هذا المجتمع الدولي لم يقرر بعد وعمليا خروج المرتزقة. هو شن اللي صار في برلين 2؟ برلين 2 تم فيه بيع ليبيا، من ضمن والذين باعوا ليبيا هم أعضاء دائمون في مجلس الأمن وهم أطراف إقليمية. شن المنتج الرئيس اللي خرج عن مؤتمر برلين؟ أن مؤتمر برلين تبنى بشكل كامل وجهة نظر أردوغان. أردوغان لما قالوا له طلع قواتك شن قال؟ قال يجب أن يخرج الطرف الآخر. هما تبنوا هذا الذي قاله أردوغان، وقالوا فعلا أردوغان عنده حق، يجب أن يكون الخروج متوازن ومتوازي. استخدموا هاتين الكلمتين البالغتين خطورة في بيانهم، وقالوا يعني أعطوا القط مفتاح القرار، وقالوا له أنت يا قط يلي أساس المشكلة في ليبيا اللي أنتم الروس والأتراك، امشوا تفاهموا، قاعدوا تفاهموا مع بعضكم. يعني هم كأنهم لا يعلمون بأن هذين الرجلين هما حليفين، كأنهما لا يعلمان أن هذين الرجلين يتبادلان أدوار بعينها من أجل أن يحقق كل منهما مكاسب بمساعدة الآخر في أماكن أخرى غير ليبيا، ولكن عبر استخدام ليبيا. وبالتالي في ظني أن الأمر سلم برمته الآن إلى أردوغان وإلى بوتين. متى يجلس هذا الأردوغان وهذا البوتين؟ متى يضعان خارطة طريق تنفيذية حقيقية لخروجهما من ليبيا؟ كيف سيكون هذا الخروج؟ إلى أي مدى سيماطنان ويلعبان بالشعب الليبي؟ يعني كل شوية يخلقوا لروحهم مشكلة قانونية زي ما داروا في سوريا، كل شبر من أرض سوريا حولوه إلى مكان للاتفاق. يعني سوريا الآن مكبلة بمئات الاتفاقات بين هذين الطرفين، بس يجوك لقرية يقولوا القرية هذه ما نعرفش فيها إشكال معين، ترى خلي نديروا عليها اتفاق، يمشوا لسوتشي ولا يقعمزوا على البحر الأسود ولا يخشوا وما يعوموا في البحر، ويقولوا خلي نديروا اتفاق، يديروا اتفاق، بعد شوية يبدو يخالفوا في هذا الاتفاق، شوية خلينا نراجعوا الاتفاق، ياخذوا فيها سنتين ثلاثة، وهكذا حتى
مضت سنوات بالأزمة السورية، وأعتقد أن هذا ما سيجري لليبيا. يعني الآن زي ما قلت لك على طول قلت مفتاح القرار، الآن الطرفين المعنيين بوجود مرتزقة لهما في ليبيا هم اللذين كلفا بأن يضع خارطة الطريق، وهذا زي ما قلت لك في تبني للموقف الذي طرحه أردوغان. أردوغان قالوا لا اطلع، قال يطلع روس قبل، قالوا لا أوكي كلامك أنت صح مزبوط، لأن هو الأساس هو التركيز على الروس من جانب الغرب. إذا قالوا تمام تعالوا يا روس كيف أو هذا أردوغان قال لازم تطلعوا أنتم قبل، قالوا لك أوكي أعطونا إحنا الموضوع ودعونا نضع خارطة الطريق وننسق الموضوع فيما بيننا كما نسقناه في سوريا مثلا، وها هو ناجح. يعني وكأن تمزيق الشعب السوري وكأن الاحتلالات المختلفة التي تنتهك سيادة الشعب السوري كأن هذا هو الوضع المثالي، فقالوا خلونا نديره زي سوريا. فالآن الكرة هي موجودة في ملعب الروس والأتراك. لعلك لاحظت الفاجعة لما سمعنا بلينكين، السيد بلينكين طالع بعد برلين مباشرة يقول لا يا جماعة الخروج مش فوري، بعدين قال لا راكم تصبروا، هذه مسألة ما هيش مسألة سريعة ومستعجلة وتحتاج إلى وقت، استخدم هذه العبارة تحتاج إلى وقت. هذا معناه فعلا أن بدأ اللعب، خاصة أن ليبيا ربما تكون مكافأة. أنت عارف الآن هم طالعين من أفغانستان بسبب الضغوط، ضغوط الصراع مع الصين، أردوغان هو اللي بيقوم بالدور ملء الفراغ في أفغانستان، أيضا كلف أردوغان بأن يقوم بدور مهم في مواجهة التغلغل الصيني في وسط آسيا، هذه بالنسبة لهم قضية جوهرية مركزية، بل هي القضية الاستراتيجية الأولى في الولايات المتحدة الآن. بعد ما كان بايدن يهدد في أردوغان، وبعد ما كان يحكي على مذبحة الأرمن، وبعد ما كان يحكي على أنه سيدعم المعارضة من أجل إسقاطها بلا 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 بلا، ما إن جلس معه حتى لا أدري إن كان أردوغان قد نجح في سحر بايدن أو أن الرجل فعلا قد حصل على أكثر مما يتصور. بالتالي لما طلعوا الماكينة الأمريكية صمتت تماما، تحول فجأة أردوغان إلى حليف أمريكي مهم، منح دور كبير جدا في أفغانستان في مرحلة ما بعد خروج الأمريكان، منح أيضا دور مهم في مواجهة الصينيين في وسط آسيا، وهذا يحتاج إلى دعم أمريكي كبير وإلى أردوغان تحديدا وليس إلى غيره. طيب. وبالتالي هذا لابد أن يقابله إعطاء تنازلات لأمريكا في أماكن أخرى، ولتركيا أقصد وعلى رأسها ربما يكون لي. طيب سيد عقيل، مجلس الأمن أيضا شدد على وقف الانتهاكات ووقف إطلاق النار وتجميد كافة العمليات العسكرية. هناك طائرات تجوب سماء ليبيا، طائرات تركية تحديدا تنقل المرتزقة ذهابا وإيابا وتقوم بتبديل الأدوار بين المرتزقة، وأيضا تمد قواتها المتواجدة في معيتيقا والوطية بالأسلحة والذخائر. ألا تعتقد بأن قرارات مجلس الأمن لازالت غير صارمة خصوصا في الوقت الراهن؟ لابد من تجميد حتى العمليات القائمة حاليا حتى يتسنى لخارطة الطريق الذهاب إلى الانتخابات مباشرة. ألا تعتقد أن مجلس الأمن مجرد قاعة فقط يتم فيها أخذ الآراء والأصوات ومن ثم تنتهي هذه الجلسة بانتهاء ما وصلوا إليه فقط؟ تفسيرك صحيح وبدرجة كبيرة أستاذ أحمد. مجلس الأمن هو أكبر صورة معبرة عن هذا الذي يسمى بالمجتمع الدولي، هذا الجسم الهلامي، هذا الشكل الافتراضي الذي لا وجود حقيقي له. الوجود الحقيقي أو المؤثر سواء في مجلس الأمن أو في غيره هي إرادات الدول، وإرادات هذه الدول تخضع لمصالحها. يعني لا أحد ينكر الآن أن مجلس الأمن بات يستخدم لتحقيق مصالح الدول دائمي العضوية، يعني كل منهم يستخدم هذه المؤسسة كمؤسسة أمن قومي لحساب مصالحه الذاتية لدولته من خلال توظيف الفيتو لهذه الخدمة. وبالتالي أعتقد أنه طالما أن الولايات المتحدة الأمريكية ترى أن هناك دور كبير لتركيا في ملء فراغات استراتيجية مهمة تحتاجها إلى درجة التطور، وطالما أن تركيا قادرة على القيام بهذه الأدوار بما يلبي المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة مثلا، وهنا ما نحكوش على الولايات المتحدة، نحكو على الإنجليز أيضا، نحكو على الألمان، نحكو على كل الدول التي ترى في النمو الصيني كبير، تهديد كبير لها. طالما أين فرنسا من كل ذلك سيد عز الدين؟ شوف أعتقد أن فرنسا أيضا هي الآن باتت في صف الأعداء المباشرين للصين. أنت تعرف بأن الصين لديها طموحات كبيرة في التغلغل في آسيا، تم ثقافة آسيوية في الكثير من الدول التي تعد من دول الفرنكفونية في آسيا، وهي دول تتبع فعلا للسياسات الفرنسية. كذلك الحال في أفريقيا، ورغبات الصين الكبيرة. الصين خصصت أكثر من 700 مليار دولار كمبلغ تمهيدي أو مبدئي لإحياء البنيات التحتية في الدول
الأفريقية، وهذا يهدد بشكل كبير النفوذ الفرنسي والنفوذ الإنجليزي في دول الكومنولت، وكذلك النفوذ الأمريكي في القارة الأفريقية، ويهدد نفوذات أخرى. وبالتالي لا أحد الآن مع الصين، يعني عندما يتعلق الأمر بمكافحة التغلغل الصيني والتقدم الصيني والصعود الصيني في نحو الكرسي النفوذ الدولي الكبير والمباشر، أعتقد أن كل هؤلاء يتحولون إلى غربان يريدون أن ينهشوا في هذا الجسد الصيني. وبالتالي طالما أن هناك أدوار مهمة لتركيا الآن في مواجهة هذا التغلغل الصيني حتى في القارة الأفريقية نفسها، يعني هم يعتقدون بأن تركيا باعتبارها من دول الناتو، وتركيا باعتبارها حليف لدول الغرب، وتركيا باعتبارهم حتى انضمامها للاتحاد الأوروبي، صحيح هم أقفلوه باعتبارها دولة إسلامية، ولكن هم قادرين على فتح هذا الباب في أي وقت من الأوقات إذا ما وجدوا أن دخول تركيا كعضو دائم في الاتحاد الأوروبي يمكنه فعلا أن يدفع تركيا إلى القيام بدور أكبر في مواجهة النفوذ الصيني. بالتالي لو لاحظت حتى يوم ما خرجت القوات الأمريكية من أفغانستان، فجأة وجدنا الرئيس الأمريكي في مؤتمره الصحفي، مع أن تقول أنت ما علاقة قضية أفغانستان بقضية روسيا، فجأة قال بأننا علينا أن نركز استراتيجياتنا في مواجهة النفوذ الروسي الصيني. يعني هو ربط مباشرة بين حتى الانسحاب من أفغانستان وبين النفوذ الصيني الدولي وبين ضرورة مواجهة هذا النفوذ المتصاعد. وبالتالي أعتقد أن تركيا ضمن سياق هذا الدور الذي يمكن أن تلعبه، هذا دور يرضي فرنسا، وكذلك أنا أعتقد أن أردوغان انفتح على الفرنسيس، انفتح على المصريين، انفتح على 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 بعض دول الخليج اللي كان على عداء معها. هو يفكر الآن في استراتيجية حقيقية هي استراتيجية تصفير المشاكل، لأنه يعتقد فعلا بأن كل الدول التي ستتأدى وتتأثر من النفوذ الصيني هي باتت الآن على استعداد للقبول وللترحيب بالدور التركي الجديد، ومن هنا يمكن لتركيا أن تحصد مكاسب كبيرة وكبيرة جدا. وهذا للأسف الشديد الذي يبدو أننا نراه، وأنا أقول هنا للأسف الشديد ليس لصعود النفوذ التركي، هذه دولة مسلمة وهذه دولة حبيبة والشعب صديق ونحن نتمنى لها كل الخير، ولكن فيما يتعلق بالسياسات التركية تجاه بلدي، تجاه سوريا، تجاه العراق، هذه سياسات مزعجة، وأخشى أن يكون ضوء أخضر ما يمكن أن يمنح لتركيا أن يخلق لنا نحن الدول الذين نتعرض لنزاعات مسلحة وحروب حروب أهلية المزيد من المشاكل والتعقيدات والمواجهات. سيد عز الدين، على ذكر العلاقات أو توطيد العلاقات مع مصر وفرنسا ودول يعني لها تأثير كبير في الشأن الليبي، كيف سيؤثر على المشهد الليبي القائم الآن في ليبيا خصوصا مع مصر وفرنسا تحديدا؟ للأسف الشديد هناك مساعي لتحجيم المؤسسة العسكرية بشكل كبير، نجحت ربما هذه المساعي في تحويلها من طرف في النقاش والتفاوض إلى طرف خلفي خلف عقيلة صالح، بعد أن كان المشير حفتر هو الذي يتقدم هذه المفاوضات. الآن يبدو أن هناك رغبة في تحقيق مصالح كل الدول في ليبيا، الدول المعنية بالحالة الليبية، دون أن يكون بالضرورة تعويلها على المشير خليفة حفتر. يعني يبدو أن السياسة التركية الآن تحاول إقناع هذه الدول بأنكم أوكي نحن موجودين على الأرض الليبية، الروس كذلك موجودين معنا وهم حلفاء لنا، بإمكاننا نحن أن نتخلص من المشير خليفة حفتر وأن نحقق لكم كل مصالحكم. يعني تمت سياسة من هذا النوع تجري الآن خلف الكواليس، وتمت محاولة، أنا لا أدري إن كانت القيادة العامة للجيش منتبهة إلى هذه المسألة أم لا، ولكن هذا واضح جدا أن 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 أنه يسير بخطى صحيح أنها وئيدة ولكنها ثابتة. وأعتقد أن الدول المعنية لا تعشق شخصا بعينه ولا تعشق مؤسسة بعينها، كل الدول المنقسمة الآن مع الأطراف الليبية هي تبحث عن مصالحها، إذا وجدت تحقيق حقيقي لهذه المصالح أنا أخشى أن هذه الدول ربما تتخلى عن حليفها في الصراع الليبي، وأن نجد هذا الحليف قد تمت محاصرته بشكل كبير. أعتقد أن هذه من السياسات، وللأسف الشديد هذه السياسة التركية تجد أصداء كبيرة لدى الولايات المتحدة والإنجليز على وجه الخصوص. يعني الآن هو صراع مصالح بالدرجة الأولى، ولا يمكن أن نقول بأنه صراع على مبدأ معين أو على ربما سيادة وطنية وأمن قومي خاص بدول الجوار. هناك مرحلة مفصلية في تاريخ ليبيا هي مرحلة الانتخابات القادمة، ألا تعتقد بأن هذا المسار الديمقراطي الذي ستشهده ليبيا المحادث في 24 من ديسمبر سينهي كافة هذه الخصومات على المستوى الدولي والمحلي أيضا؟ هو طبعا لن ينهي هذه الخصومات، اللي ربما ينهي هذه الخصومات أمر آخر بعيد كليا عن هذا الذي يجري. في ظني أن خطة ستيفاني هي خطة فاسدة، وأعتقد أنها فاشلة وسقطت،
ولا زالت تسقط، سواء باستمرار عبد الحميد الدبيبة في مواجهة الطرف الآخر. تم صراع الآن ما بين الدبيبة وما بين الطرف الآخر، يعني الدبيبة هو أسوأ في صراعه مع الطرف الآخر من السراج. يعني الآن أعتقد أن أصبحنا نحتاج إلى السراج أو إلى حكومة وحدة وطنية الآن أكثر مما كنا نحتاجها أيام السراج. يعني هو حتى هذه اللحظة لم يزر الرجمة، الرجمة هذا شريكة، شريكة الاستراتيجي، المفروض أن ممثلي الرجمة في جنيف هم شاركوا في اختيارها في رئاسة الحكومة وشاركوا في اختيار هذه القائمة. المفروض أن ممثلي الجيش في ما يسمى بلجنة الحوار هم الذين أخرجوا أو على الأقل بصموا على الأدبيات التي صنعها العالم، واللي هي وصلت في النهاية إلى أن نصل إلى إخراج هذه المنظومة السياسية التي تحكم اليوم. فبالتالي طالما أن هذا هو شريكك وطالما أن المشكل في الأساس هو مشكل أمني، المفروض أنك أنت تنفتح عليه. نرجع لك للنقطة الأصلية اللي بديت بها حديثي، أن الأزمة الأساسية في ليبيا اللي هي فعلا تحقق السيادة وهيبة الدولة هم يرفضون بشدة أن يقوموا بها، وهي نزع السلاح وتفكيك الميليشيات. كل النزاعات المسلحة والحروب الأهلية في رواندا، في بوروندي، في سيراليون، في أنغولا، في ساحل العاج، في موزمبيق، في البلقان، في لبنان، في أي مكان، كان لابد من إجلاس أمراء الحرب حول مائدة التفاوض لوضع اتفاق سلام يحدد آليات لنزع السلاح وتفكيك الميليشيات وإعادة بناء مؤسستي الجيش والشرطة، إعادة هيكلة وتنظيم مؤسستي الجيش والشرطة، بما يجعل هاتين المؤسستين أو قيادتيهما يعبران عن كل هم قادرون على الجلوس، لكن المبدأ الذي يكون عليه الخلاف دائما هو متمثل في المؤسسة العسكرية بقيادة المشير خليفة حفتر. يعني هذه دائما ما تكون الحجة الرئيسة لأمراء الحرب في طرابلس وباقي المدن. لا شوف هو الآن الوضع، اسمح لي نقول كلام مهم الآن بالنسبة لهذا اللي يحدد من اللي يجلسوا على الطاولة، مش أنا وأنت. أنا وأنت إذا اعتبرتنا مثقفين في ليبيا، احنا فقط نضغط على هذا المجتمع الدولي كلما أتيحت لنا الفرصة في كتابة مقال، في ظهور كهذا، في جلوس مع مسؤولين ما، في المشاركة في ووركشوب أو ورشة، في كونفرنس، أن نضغط بأن هذا الذي يجري هو وهم، وهذا الذي يجري هو هرطقة، وأن الحل الأساسي هو مثل ما جرى في الطائف عندما جاء بأمراء الحرب اللبنانيين، وهم الذين ينتجون الحكومة اللي هي هم على استعداد لأن يسلموها السلاح ولأن يفككوا على يديها ميليشياتهم ولأن يساعدوا من خلالها في إعادة هيكلة مؤسستي الجيش والشرطة. أيضا في دايتون الأمريكية، أمراء الحرب من الصرب والكروات هم الذين جلسوا، مش جتهم واحدة زي ستيفاني ودارت لهم برلمان افتراضي وجابت فيه شباب وناس مساكين معظمهم فقراء وظروفهم صعبة وناس لا علاقة لهم بأي نفوذ على الأرض وأنتجت من خلالهم حكومة. هذو مساكين شن عندهم؟ يعني تو الأعضاء لجنة الوحدة، دي لجنة الحوار، ما علاقة هؤلاء بالأرض؟ يعني من يجب أن يكون حاضر في مثل هذه المؤتمرات؟ هي يلتها حتى خدت مثلا عدد من أقوى أمراء الحرب في غرب البلاد واعطتهم عضوية زيهم، لكان هناك بعض التوازن. هي حرمت أمراء الحرب اللي هم الأصل والأساس والعقبة الكأداء في طريق عودة استقرار ليبيا، أعطتهم بظهرها كليا بأن التعليمات والأوامر اللي عندها أن هذا ما تقربونش. وبالتالي شفت العالم كيف تدخل بقضة وقضيضة لإجهاض الجيش عندما وصل على مشارف بوسديم وكان قاب قوسين أو أدنى من إنهاء وجود الميليشيات والسلاح الفالت وإعادة هيكلة وتنظيم المؤسسة العسكرية وربما إعادة صياغة الحياة السياسية من جديد. وبالتالي في ظني أن من يعيد سيادة وهيبة الدولة هو الأسلوب المتبع والمعروف في العالم، وهو جمع أمراء الحرب حول مائدة التفاوض، وهذا صار أيضا على رواندا حتى جاءوا ببول كاغامي، هذا صار أيضا في سيراليون حيث جاءوا بسنكوح، هذا حصل أيضا في 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 كونغو عندما جاء بجوزيف كابيلا. يعني أمراء الحرب هم الذين يؤتى بهم على مائدة التفاوض، وزي ما قلت لك يضعوا اتفاق سلام يحدد إعادة هيكلة مؤسسي الجيش والشرطة وتسليم أسلحتهم ونزع أسلحتهم وتفكيك ميليشياتهم، وفي نفس الوقت إعادة إدماجهم في المجتمع من جديد وفقا لخطط مدنية. اللي يعرف هذا ما همش الليبيين، اللي يعرف هذا ما همش الأمريكان. الأمريكان يعرفوا يفككوا الجيوش لكن ما يعرفوش يبنوا الجيوش. اللي يعرف هذا جهة واحدة ووحيدة في العالم اسمها إدارة حفظ السلام في الأمم المتحدة، اللي هم جماعة القبعات الزرق. هذا عندهم حاجة اسمها DDR Program، Disarmament, Demobilization and Reintegration. هذا DDR Program هذا نفذ حتى في كولومبيا مؤخرا عندما جاء الرئيس سانتوس واستطاع أن يوقع اتفاق سلام مع حركة فارك المسلحة وأن تنزع أسلحة حركة فارك وأن تفكك ميليشياتها وأن تدمج في الحياة السياسية من جديد.
هذه الإدارة هي التي قامت بهذا الدور. الإدارة هذه عندها فاسيليتي قوية، عندها خبراء كبار. وهذه الإدارة لما يطلع قرار الأول من مجلس الأمن، يطلع قرار الأول من مجلس الأمن بنزع السلاح وتفكيك الميليشيات ضمن الفصل السابع، يعني كل من يرفض هذا سوف يتعرض لعقوبات كبيرة. بعدها يعين مجلس الأمن بعثة أمنية وليس سياسية. نحن ماذا نفعل بغسان سلامة ولا بستيفاني ويليامز ولا يكفي شخص سياسي واحد، ربما نائب رئيس البعثة الأمنية، ورئيس البعثة الأمنية لابد أن يكون جنرال بقبعة زرقاء. هذا عندهم منظومة مخازن يخزن فيها السلاح المنزوع، عندهم معسكرات تقام يوضع فيها المقاتلين من أجل إعادة إدماجهم في المجتمع من جديد، لديهم ورش بورتبل، ورش متحركة لتدمير الأسلحة اللي ممكن تكون مؤذية أو مؤثرة واللي معش تنفع أو استخدامها يكون بخطر. وصلت الفكرة بالمجمل سيد عز الدين عقيل، أعتذر منك، الوقت يداهمنا. كنت معي عبر الهواء مباشرة من تونس العاصمة، أشكرك على كل ما تفضلت به. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ومن ثم نستكمل ما تبقى من حلقة الليلة، لا تذهبوا بعيدا. أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا فشل جلسات الملتقى وعدم التوصل إلى اتفاق تجرى على أساسه الانتخابات. الواقع العملي أن الأسباب كثر، فبداية الأسباب هو سوء التنظيم في البعثة وتدخلها السلبي بداية، وعنصر أيضا من ناحية المكان، لأن اختيار مكان جنيف يعد حقيقة خطيئة. تركيا أنا أعتقد أنها لا تريد استكمال مسيرة الإصلاح السياسي في الدولة الليبية إلا من خلال أطرها المختلفة ومن خلال أيضا وجهة نظر. مشاهدينا، طابت أوقاتكم مجددا وأهلا بكم في الجزء الأخير من حلقة الليلة التي سيكون فيها ضيفي من نيويورك مباشرة عبر الهواء، الأستاذ محمد العربي الكاتب والمحلل السياسي. يرحب بك بداية أستاذ محمد على شاشة اليوم، ودعني أبدأ معك في المحور الثاني من حلقة الليلة ضمن تجميد الأموال والأصول الليبية وتوحيد كافة المؤسسات الليبية وأيضا الاتفاق على الميزانية والمناصب السيادية في ليبيا. الحكومة تواجه كل هذه التعثرات، وهل يعتبر أداء الحكومة الآن في خلال الفترة القصيرة التي انطلقت منها هذه الحكومة يعزز ثقة النواب أم أن الخلافات بينهم يعني أثرت على عمل الحكومة بالسلب؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شكرا على هذه الاستضافة الكريمة وشكرا على هذا البرنامج الملم. حقيقة أداء الحكومة يقاس بالمعطيات على أرض الواقع، يعني ماذا قدمت الحكومة منذ استلامها في شهر مارس المنصرم. نحن طبعا ليس لدينا العديد من ليس هناك تمنيات أو يعني شيء مسبق، نحن توقعات من الحكومة بشيء كبير، وذلك على غرار الحكومات السابقة وعلى أداء الحكومة وكيف خلقت هذه الحكومة، فلم يكن هناك توقعات كبيرة، ولذلك كان الأداء على النحو التالي. فالحكومة حتى اليوم يعني لم تقدم شيء على الأصعدة الأساسية، وهي المجال الأشياء التي من شأنها إثراء حياة المواطن اليومية كما وعدنا دبيبة وتوعدت الحكومة خلال الفترة السابقة. نعم الميزانية لم تعتمد بعد، وكل هذه الخلافات من شأنها تعقيل عرقلت عمل الحكومة، ولكن الحكومة لازالت لم تقم بأدائها الأساسي في مواضيع الحياة اليومية. بالنسبة إلى الشيء الأكثر أهمية وهو موضوع الحكومة ودورها في الانتخابات، الآن الحكومة يعني كما أراها وكما يراها بعض المحللين هي تستجلب الشماعات التي من شأنها أن تعلق عليها فشلها في حالة لم تمضي الانتخابات قدما بعد 24 من ديسمبر. وهذه الشماعات من ضمنها القاعدة الدستورية، من ضمنها الانقسامات في لجنة 75، الفساد المالي والإداري وغيرها. فهي الآن تستجلب هذه الشماعات وتهيئ الشعب نفسيا ولوجستيا للخيبة التي تحاول أن تمررها علينا، وهي عدم حدوث انتخابات في وقتها. من خلال تواجدك في نيويورك محمد، كيف تبعت زيارة الدبيبة إلى هناك وما آلت إليه الزيارة إلى نيويورك ونتائج هذه الزيارة بالتفصيل؟ هو طبعا
توقعات كذلك من الزيارة بحكم ما كان ما يدور في أروقة مجلس الأمن وغيرها في الأمم المتحدة ونيويورك قبلها وقبلها بفترة. يعني لم يكن هناك توقعات كبيرة بحكم أن هذا التوقع الأساسي والمهم هو انتخابات 24 من ديسمبر. إذن هذه مجرد هي حلقة في سلسلة العملية الانتخابية التي ابتدأت بتعيين بلجنة 75 مرورا بحكومة البيبة وصولا إلى الانتخابات. إذا هذه حلقة من شأنها فقط يعني رسم معايير أو التأكيد على خارطة الطريق وكل هذه الخطابات التي استخدمها سواء مات وزير الخارجية ماس وزير الخارجية الألماني أو السيدة وزير مسؤولة الأمم المتحدة المسؤولة الأمريكية في الأمم المتحدة، كل هذه الخطابات التي تزداد حدة من 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 باقتراب موعد 24 ديسمبر هي ليست إلا تذكير للمرور بهذه العملية ويعني تبلور أو توضيح دور المجتمع الدولي واهتمامه بالتركيز في المضي قدما نحو الانتخابات. هذا هو المخرج الوحيد الذي تم قراءته هنا، ويعني كان مجرد كادر سياسي لا أكثر الذي حدث منذ كم يوم. طيب تصريح الدبيبة عن القوات الأجنبية والمرتزقة من نيويورك بأنه ليس لديه علم بأن هناك خارطة لخروج هؤلاء المرتزقة والقوات الأجنبية، وإن كان هناك آلية سيرحب بها تماما، ما دلائل هذا التصريح في هذا التوقيت بالذات؟ يعني الدبيبة هو شخص ذكي اجتماعيا، ويبدو أن لديه بعض الحنكة السياسية الليبية بحيث كما ذكرنا تعليق الشماعات أو استجلاب الشماعات. إحدى هذه الشماعات هي فكرة المرتزقة، هذه ليست مشكلة في مشكلة 5+5 الحكومة، ليست مشكلة في البرلمان لم يعطيني ميزانية وغيره وغيره وغيره. يعني أنت رئيس حكومة، أنت يعني كيف ما نقوله عرّ على رأسه وقدم نفسه للمضي قدما في للمرور بليبيا إلى للعبور بليبيا من هذه المرحلة الانتقالية. إذا أنت المخول الوحيد والأساسي في للخروج من هذه العقبات. المرتزقة يعني نعم دبيبة كان على حق، لا يوجد هناك خارطة واضحة، على الأقل لم يتم إعلانها على الملأ سواء في الأمم المتحدة أو خلال كل قوة الضغط التي تعمل الآن، لا يوجد هناك آلية واضحة وصورة واضحة للخروج بالمرتزقة والقوات الأجنبية. دبيبة ينأى عن استخدام فكرة القوات الأجنبية ويركز على المرتزقة بحيث أن قد تعتبر جهة دون أخرى مرتزقة، بينما جهة دون أخرى تعتبر قوات أجنبية شرعية بين قوسين بحكم اتفاقيات وقعت سابقا. فهذا شيء مهم جدا يجب أن ننتبه له، فهو صيغة المصطلحات السياسية التي استخدمها دبيبة والتي استخدمها مجلس الأمن كذلك في الفترة الماضية. طيب المبعوث الأممي أيضا علق على تزايد مستوى الانقسام في لجنة 75 ملتقى الحوار السياسي، خاصة بعد فشلها في إنجاز القاعدة الدستورية. طلب أيضا من مجلس النواب العمل على قانون الانتخابات، وهل تحاول البعثة الأممية الضغط على طرف باستخدام طرف آخر؟ هو يبدو أنها تحاول أن تعيد الكرة مرة أخرى كما فعلت في آلية خلق الحكومة، حكومة الوحدة الوطنية، والتي كان من الأول يجب أن تتم عن طريق مجلس النواب، ولكن عندما سحبت القوة من تحت مجلس النواب وعطيت للجنة 75 لاحظنا تغير واجتماع لأول مرة لمجلس النواب منذ تشكيله في عام 2014، يعني كان أقوى نصاب قانوني. فيبدو أن الأمم المتحدة واللاعبين والممثل المندوب الأمم المتحدة وغيرها من اللاعبين السياسيين أدركوا مدى فاعلية هذه القوة، لأن الليبيين يحبون الانطواء بالسلطة، وهذا ما حاول فعله مجلس النواب عندما رأى السلطة تسحب من يده عن طريق لجنة 75 من تحت قدميه، فحسوا بخطر خسارة هذه السلطة. لكن المشكلة اليوم أن هناك تكتلات سياسية داخل مجلس 75 على تواصل وعلى انعقاد مستمر مع مجلس النواب. إذن هذه الجسمين الذين تشوبهم الفساد انتبهوا إلى الحنكة السياسية التي يحاول استعمالها مجلس الأمن مرة أخرى، وذلك لدفعهم للمضي قدما. فلا أعتقد أن نفس الخطوة ستنجح إلا لو كان هناك اختلاف أكبر ما بين لجنة 75 ومجلس النواب في التكتلات التي تدار الآن في أروقة الحوار الوطني في جنيف. طيب عن كلمة عبد الحميد الدبيبة في مجلس الأمن التي تعرضت لانتقادات واسعة
بسبب عدم أو بعد استبعاده لوزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية سيدة نجلاء المنقوش، هل تعتقد أن هذه خطوة تمثل انقسام داخل الحكومة؟ بالطبع، يعني هو المعطيات هي التي تتحدث عن نفسها والخطوات التي اتخذها، يعني تمثيله المتعارف عليه سياسيا أن تكون وزارة الخارجية هي الممثلة. المنقوش أثبتت أنها متحدثة مفعمة، هي تجيد اللغة الإنجليزية والعربية بطلاقة، فمن شأنها أن تمثل ليبيا في هذا الحدث الذي هو من اختصاصها. دخول الديبة على هذه الدائرة خاصة في خضم انتشار شعبية واسعة على الأقل على المجتمع الدولي للسيدة المنقوش بحكم دفعها اللامحدود ضد القوات الأجنبية بشتى جهاتها وأنواعها دون التطرق إلى سياسات يعني سياسات المصطلحات في نعت قوة أجنبية مقابل نعت مرتزقة إلى قوة أخرى. فهذا هو الشيء الذي من شأن سيدة بيبة، قد مجددا نعود إلى أن الليبيين يحبون الانطواء بالسلطة والقوة هي التي تصنع الفساد، والقوة المطلقة هي من تصنع الفساد المطلق. فإن كان سبب الحصول على القوة المطلقة في هذا المجال أو سوى التمثيل الليبي في مجلس الأمن هو استبعاد السيدة منقوش، فهذا قد يكون السبب الذي فعله. إن كنت خاطئا فأنا أوجه رسالة سيد بيبة والحكومة أن لديهم متحدث رسمي ولديهم تصريحات ولديهم أدوات أن يعطونا تبرير أكثر عقلانية أو لا يستهدف لا يضحك على عقولنا من كونها موجودة في إجازة. يعني نريد تبرير أكبر لغيابها عن هذا الحدث المهم في الملف الليبي. ألا تعتقد أن دور المجلس الرئاسي الآن بات يعني منبوذا جدا في المحافل الدولية وأيضا المحافل الداخلية؟ المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي وعضويه اللافي وأيضا الكوني لم يتواجدون في هذه المحافل الدولية عكس ما كان يفعله السراج في الحكومة السابقة أو في المجلس الرئاسي الأسبق. نعم، مجددا نعود إلى آلية التغييب والتمثيل في هذه الحكومة. بيبة أثبت جدارته في الاستفراد بالتمثيلات، قد يكون هذا بحكم دراياته بالآليات المالية السياسية، سواء يعني على أنا أستطيع أن أتحدث على الأقل على الساحة الأمريكية. بيبة لديه قوة ضغط خاصة تعمل مع موركوي أفيرز، وهي قوة ضغط لوبين جروب موجودة في واشنطن دي سي، تعمل على تنسيق اجتماعات، تعاقدات، لقاءات ما بين صناع القرار الأمريكان والحكومة الأمريكية والإدارة الأمريكية والسيد بيبة. هذا طبعا متعارف عليه، هذا تعامل سياسي متعارف عليه على كافة الأصعدة، وهو قانوني شرعي في أمريكا. لكن يجب أن يكون الأساس أو التعاقد الأساسي ما بين المجلس الرئاسي ليس ما بين الحكومة. فانفراد بيبة في تمثيله شخص أو اختيار شخص للعمل في هذا في قوة الضغط، ولديه قوة الضغط كذلك موجودة في بريطانيا، هي من نفس على غرار نفس الشركة التي تعمل في واشنطن. فبيبة استطاع أن يجمع قدم له على الساحة الخارجية أكبر وأقوى من المجلس الرئاسي الذي من شأنه التمثيل الشرعي خارج الحدود الليبية، وذلك بحكم دراياته الواسعة ومعرفته الجيدة بالأدوات يعني السياسية الاقتصادية المتعارف عليها في السياسة الحديثة في هذا في القرن 21. كيف تمكنت بيبة من القفز على اختصاصات المجلس الرئاسي؟ تعال نتحدث قانونيا. يعني هو طبعا يعني هناك العديد من يعني الآلية أو الصورة التي جاء بها بيبة لم تكن متكاملة الشرعية، متكاملة الأركان، يقولها العديد من الشوائب والعديد من المشاكل. فقد يكون هذه المشاكل أو هذه الشوائب التي تقول آلية من شأنها بداية بالفساد مرورا بتخصصات يعني وزير الدفاع وغيرها من الأشياء التي يعني لم يمضي قدما بيبة فيها، بالرغم من وصولها أو وجودها تحت البند الذي تم من شأنه أو عن طريقه ولادة هذه الحكومة الجديدة. كيف استطاعت بيبة؟ كما ذكرنا بيبة شخصية اجتماعية، يجيد التحدث، يجيد خلق التكتلات أو العلاقات ما بين عدة أطراف. يعني هناك البعض الحديث الآن عن وجود ناس مقربين من بيبة في المنطقة الشرقية، سواء ابتداء من في وجودا بالرجمة بالقوات المسلحة مرورا ببنغازي بمجلس النواب
وغيرها من الأماكن، لأنه شخص يدري أن الحوار هو الأداة الرئيسية. يعني أنا معه إن كان الحوار من شأنه مصلحة الوطن، ولكن كان من شأنه مصلحته الشخصية ومصلحة حكومته في الاستمرار، فهذا هو ليس الحوار الذي نبحث عنه. نحن نبحث عن حوار أكثر شفافية، حوار على الملأ، يجمع جميع الليبيين، وهذا ما كنا نتمناه ولازلنا نتمناه من السيد دبيبة، أن يتحدث ويخاطب جميع الليبيين بهذه اللهجة البسيطة الجميلة التي عودنا عليها، ولكن بعيدا عن السياسات الأدوار المغلقة والأبواب المغلقة والعمل في أردوهات مخفية سواء في جنيف أو غيرها كما يحدث الآن. طيب، ما مصير خارطة الطريق في ظل هذا الانقسام الآن المتواجد في لجنة 75 وأيضا بين الحكومة ومجلس النواب والخلاف على الميزانية المقررة؟ هل سنصل إلى انتخابات نزيهة في 24 من ديسمبر تشرف عليها البعثة الأممية، أم سيكون هناك حدث آخر يسبق هذه الانتخابات؟ هو طبعا هناك الإشارة من العديد من الجهات دون ذكر أسماء للأسف، يشيرون هناك جهات تحاول عرقلة العملية الانتخابية، سواء من المبعوث الأممي للأمم المتحدة، المبعوث الأمريكي، الألماني وغيرها، يشيرون إلى جهات دون ذكر أسماء. بالطبع نعلم أن هي الجهات الموجودة على سلطة الحكم، سواء كانت مجلس الدولة أو البرلمان، عن طريق التعلق أو التشبث بتفاصيل سياسية مثل القاعدة الانتخابية وغيرها، وذلك تحجج في وجهة نظري، لأنهم يعني تغاضوا عن العديد من الأساسيات التي ارتكز عليها هذه المخرجات، سواء من أيام الصخيرات مرورا إلى يومنا هذا. هناك العديد من القانونيات والمعطيات القانونية، يعني فجأة نرى مجلس النواب ومجلس الدولة يهمهم الآلية السياسية، ويجب أن تكون 100% كما اتفق عليها. طبعا هذا الشيء يشوبه الفساد ويشوبه الشبهات، ذلك بكون الحجة هي القاعدة الانتخابية، ولكن الغاية هي مجرد وسيلة، والغاية هي تعطيل الانتخابات لأسباب نحن لا تزال ليست واضحة بالكامل. الخارطة لا زالت مبهمة حتى يومنا هذا. نحن الآن في نهاية يعني في وسط شهر 7 ومرورا بأغسطس، إن لم يكن هناك قاعدة انتخابية واضحة، فقد أجزمت الهيئة العليا للانتخابات أنه من المستحيل، إن كان من الصعب جدا، أن نقوم بانتخابات رئاسية. قد نمضي في انتخابات برلمانية أخرى، ولكن من الصعب أن يكون هناك انتخابات رئاسية في شهر 24 ديسمبر. ما هي العقبات وما هي التبعيات عن هذا ما يجب أن يحمله المجتمع الدولي على عاتقه، والشعب الليبي قبل المجتمع الدولي يجب أن يحمل كل هذه التكتلات وكل هذه الشخصيات والأدوات والحكومات المسؤولية إن لم ينجحوا في المرور بالعملية السياسية. طيب، هذا التشديد الأمريكي حول ملف الانتخابات وخارطة الطريق بأنها ستكون في موعدها مع عدة دول فاعلة في الملف الليبي، ألا تعتقد بأنها تتنافى مع قرارات مجلس الأمن وجلسات مجلس الأمن التي تبدو ضبابية جدا حول المشهد الليبي؟ فهي ذات القرارات تصدر منذ أكثر من 6 سنوات منذ اندلاع الحرب في ليبيا وحتى اللحظة، ولم تكن هناك يعني أي قوة فاعلة على الأرض أو أي آلية فاعلة على الأرض من قبل مجلس الأمن. ألا يعطي ذلك مؤشر بأن المرحلة الانتقالية ستستمر في ليبيا برئاسة الدبيبة؟ بدون شك لم يكن هناك ترجمة لهذه المقولات على أرض الواقع، من خلال سواء كما تحدثنا في السابق هناك الحديث عن وجود قوات مراقبة الانتخابات، سواء عن طريق حفظ سلام، سواء كاميرات، سواء غيرها، يعني هناك العديد من الآليات، قوات لمحاسبة الفاسدين، يعني آليات وقوات استشارية. عندما أقول قوات لا أتحدث عن قوات عسكرية، إنما قوات مدنية في صيغة شركات، هذا من شأنها أن تثري هذه العملية الانتخابية تحت رقابة ونوع من الوصاية الدولية. للأسف كم نكره هذه الكلمة، لكن نحن بحاجة إلى نوع من الرقابة الدولية التي قد يصفها البعض بالوصاية الدولية للمرور في الانتخابات. أمريكا تتحدث ولازالت على نفس المنهج، هناك فقط تعقيبات ولهجة أكثر حدة حقيقة عن سابقاتها، لكن الشيء الذي يجب أن نعلمه أن الأمريكان وخاصة بسياساتهم الخارجية يعشقون كلمة الانتخابات والمرور بالانتخابات بغض النظر عن قاعدتها ومسمياتها وأساسياتها. فهذه هي كلمة،
بالضبط. يعني المضمون هذه الانتخابات يعني هش جدا، نحن تحدثنا عليها من الأول عندما تم تقرير هذه الانتخابات أنها هشة، ولكن قد تصنع جسم أو قد تخلق شيء أفضل من غيره. فأنا أتفق مع السياسة الأمريكية في كونها دافعة يعني غير معتذرة، قادمة يعني مارة إلى الأمام بكل حزم وبكل وبلهجة أكثر حدة، وتزداد اللهجة حدة مع اقتراب 24 ديسمبر للمرور بالانتخابات. ترجمتها على الواقع هذا هو الكلام الآخر الذي كنت أشير إليه، أنه إن لم تحدث الانتخابات، وكم نتمنى أن يكون هذا الافتراض غير صحيح، ولكن إن لم تحدث الانتخابات فما هي عاقبة المعقدين؟ وما الذي سيفعله سواء من يستخدمون اللهجة الحادة في المحافل الدولية عن طريق وزراء خارجيته وزير الخارجية الأمريكي والألماني، ولكن الأهم والشخص الرئيسي أو الكيان الأساسي والرئيسي الذي من شأنه أن يحمل كل هذه الحكومات المسؤولية هو الشعب الليبي، الذي من شأنه أن يحمل كل من عرقل الانتخابات مسؤولية عدم المضي قدما في الانتخابات. الكاتب والمحلل السياسي السيد محمد العربي، كنت معي مباشرة عبر الهواء من نيويورك، أشكرك جزيل الشكر على كل ما تفضلت به في حلقة الليلة. مشاهدينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام الحلقة، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، على أمل أن نلتقي مطلع الأسبوع المقبل. دمتم في أمان الله، إلى اللقاء.